السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الفيزياء لغات. النهاردة أعزائي الطلاب هنكمل موضوع حلقتنا الخاص بالأبليكيشن على الماجنتيك فورس. هنتكلم عن حاجة النهاردة، موضوع جديد اسمه الماجنتيك تورك، وهنحاول نفهم يعني إيه كلمة الماجنتيك تورك. بس قبل ما نفهم يعني إيه الماجنتيك تورك، تعالوا نفتكر كده قوانين الماجنتيك فورس مع بعض. إحنا قلنا دلوقتي لو هتكلم على الماجنتيك فورس، اول حاجة لازم نتكلم عنها الماجنتيك فورس اكت اون واير، دي اول حاجة عايزين نتكلم عنها. تاني حاجة هنتكلم عنها الميوتشوال فورس. يعني ايه الميوتشوال فورس؟ الميوتشوال فورس هي المقصود الماجنتيك فورس بتوين تو وايرز، هي القوة المشتركة او المتبادلة ما بين سلكين. تالت حاجة هنتكلم عنها الماجنتيك فورس بتوين 3 وايرز. احنا عايزين نتكلم ازاي نقدر نحسب الماجنتيك فورس ما بين سلك واحد، الماجنتيك فورس ما بين سلكين، ده هدفنا النهاردة. نشوف ازاي نقدر نحدد الماجنتيك فورس على سلك، او الماجنتيك فورس على سلكين، او الماجنتيك فورس على تلات اسلاك. هنتخيل ان انا عندي سلك الماجنتيك تورك. هنتكلم عن الماجنتيك تورك النهاردة بس نفهم يعني ايه الماجنتيك فورس اعزائي الطلاب. فبنقول دلوقتي ان الماجنتيك فورس زي ما بنقول لو هنحسب الفورس اللي بتأثر على واير واحد، قلنا عشان واير تأثر عليه فورس لازم الواير ده يكون فيه كارنت ويكون محطوط في اكسترنال ماجنتيك فيلد زي ما احنا شايفين دلوقتي، او في اكسترنال ماجنتيك فيلد بيأثر على الواير ده، والواير ده في نفس الوقت كارينج كارنت، يعني الواير ده يكون فيه كارنت. ده الشرط اللي انا محتاجه عشان سلك يأثر عليه ماجنتيك فورس، ان الواير ده يكون كارينج كارنت and found in an external magnetic field. طيب لو انا هحسب بقى الفورس هحسبها ازاي؟ هقول الفورس اللي بتأثر على واير بحسبها من القانون ده بي اي ال ساين ثيتا. يعني لو عايز احسب الفورس اللي بتأثر على واير واحد هلاقي فيه اربعة فاريبل. اول حاجة الماجنتيك فلوكس دينستي، تاني حاجة الكرنت انتينستي، تالت حاجة اللينس اوف ذا واير، رابع حاجة ذا انجل بتوين ذا واير اند ذا ماجنتيك فيلد. يبقى دي الانجل اللي ما بين الكرنت او الواير، ولازم نهتم جدا بالحكاية دي، والماجنتيك فيلد. يبقى انا لو عايز احسب الفورس اللي بتأثر على واير قلنا هعمل ملتبليكيشن للماجنتيك فلوكس دينستي which act on the wire times the current intensity passes through the wire times the length of the wire times sine the angle between the wire and the external magnetic field. يبقى انا كده حسبت الماجنتيك فورس. تاني حاجة عايز احسبها الميوتشوال فورس between two wires. لو انا عايز احسب القوة ما بين سلكين هحسبها ازاي؟ هقول بشكل بسيط جدا، لو افترضنا ان في سلكين الاتنين فيهم current I1 و I2، كل واحد هتأثر عليه فورس بسبب الماجنتيك فيلد بتاع التاني. فقلنا الفورس اللي بتأثر على الأول هي الفورس اللي بتأثر على التاني، فسميناها ذا ميوتشوال فورس. طب الميوتشوال فورس تعرف تحسبها ازاي؟ قلنا قانونها ميو I1 I2 إلا على 2 باي دي، البرميابيلتي الكرنت بتاع الأول الكرنت بتاع التاني، اللينس بتاع التو وايرز تايمز 2 باي دي الديستانس ما بين الاثنين واير، وهو ده قانون الميوتشوال فورس ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. يبقى ده قانون الميوتشوال فورس اللي اتكلمنا عنه. يبقى ده القانون اللي بستخدمه عشان احسب الفورس اللي ما بين سلكين. تاني حاجه نتكلم عنها ازاي اقدر احدد نوع الفورس اللي ما بين سلكين. قلنا بالنسبة لسلك واحد بتقدر تحدد اتجاه الفورس باستخدام رول فليمنج ليفت هاند رول. يعني لو سلك واحد اقدر احدد اتجاه الفورس باستخدام فليمنج ليفت هاند رول، اما لو سلكين مش محتاج استخدم فليمنج، طالما الاتنين فيهم نفس الكرنت بيحصل ما بينهم اتراكشن، نفس الاتجاه، يعني الاتنين كرنت ماشيين في نفس الاتجاه فبيحصل ما بينهم اتراكشن، فالسلك ده بيتحرك ناحية السلك التاني، يعني ده اتجاه F1 وده اتجاه F2. اما لو الاتنين الكرنت عكس بعضه بيحصل ريبالشن، فده بيروح ناحية الشمال وده بيروح الناحية التانية بيبعدوا عن بعض.
فبالتالي لو كان عندي سلكين اقدر احدد الفورس بشكل احسن من سلك واحد، لان مش محتاج استخدم فليمنج، انا بقول هنا اتراكشن وهنا ريبولشن. طب لو عندي ثلاث اسلاك، واير اكس واير واي مثلا واير زد، قلنا لو عايز احسب فورس على اي واير منهم بحتاج الماجنتيك فلكس بتاعت السلكين التانيين. يعني لو عايز احسب الفورس اللي بتأثر على الزد يبقى هحسب الماجنتيك فيلد بتاع الاكس والواي مضروبين في الكرنت بتاع الزد واللينس بتاع الزد. ده اللي احنا بنتكلم عنه، ده ثلاث احتمالات الفورسز اللي بتأثر. لو فورس بتأثر على واير واحد بسبب وجوده في اكسترنال ماجنتيك فيلد هتبقى بيل ساين سيتا، اما الميوتشوال فورس ما بين سلكين بسبب برميابيلتي اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. ولو عايز احسب الماجنتيك فورس ما بين 3 وايرز هقول اف زد ايكوال بي اكس واي اي زد ال زد. تعال بقى نتكلم على حاجه تانيه، نتكلم عن الماجنتيك تورك. الماجنتيك تورك اعزائي الطلاب كتير مننا وبالذات اللي هو درسوا ماثماتكس وبالذات الميكانكس بيقولوا عليها الكابل. الماجنتيك تورك او الكابل معناه عزم الدوران. يعني ايه عزم الدوران؟ يعني دلوقتي امتى جسم يبتدي يعمل روتيشن؟ يا ترى ايه هي الشروط اللي انت محتاجها عشان الجسم ده يبتدي يعمل روتيشن؟ دي اللي بنقول عليها الماجنتيك تورك او عزم الدوران. طب انت محتاج ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. لو تخيلنا ان انا عندي كويل، الكويل ده اثرت عليه اتنين فورسز في نفس الاتجاه. طيب لو الجسم ده اثرت عليه اتنين فورسز عكس بعض، طب لو اثرت عليه اتنين فورسز عكس بعض بس بالشكل ده، يا ترى ايه اللي هيجرى؟ تعالوا نمسك حالة حالة ونتكلم عنها. بالنسبة للحالة الأولى، لو الاتنين فورسز كانوا في نفس الاتجاه هتبقى الريزلتنت بتساوي السمشن بتاعهم، يعني هتساوي ده زائد ده، والكويل هيتحرك لفوق في نفس اتجاه القوتين. طب الاتنين فورسز لو كانوا عكس بعض، لا هنا هنقول ان الريزلتنت بتساوي السبتراكشن اوف بوث اوف ذيم، وبتتحرك في اتجاه مين؟ الاقوى. يعني لو اف 1 اقوى من اف 2 هنلاقي ان الجسم ده هيتحرك لفوق. طب لو في قوتين اثروا بالشكل ده، وخلي بالك القوتين دول ما بينهم هوريزونتال ديستانس، ساعتها بقى الجسم ده هيبتدي يدور في شكل سيركل، وهو ده شرط الماجنتيك او شرط التورك بشكل عام. يبقى عشان اقول في تورك اثر عندي، ايه الشرط اعزائي الطلاب؟ واحد يقول لي تو اوبزيت فورسز، هقول له لا، لو هتتكلم على التورك لازم يكون تو opposite forces between them horizontal distance، ما بينهم بيكون في horizontal distance. يبقى هنقول ايه؟ two opposite forces between them horizontal distance، يعني لازم يكون في قوتين عكس بعض ما بينهم هوريزونتال ديستانس، مش موجودين على نفس اللاين اوف اكشن، مش موجودين على نفس اللاين اوف ايه؟ اوف اكشن. يعني دول كده موجودين على نفس الخط فما يسببوش دوران، اما دول هم اللي هيسببوا دوران، لان القوتين عكس بعض يخلوا الكويل يدور. طب لو انا عايز احسب التورك، التورك اولا رمزه الشكل ده حاجه بنقول عليها التاو، يبقى التاو ده هو السيمبل فور ذا تورك. لو عايز احسبه بجيب وان اوف ذا تو فورسز دايم ذا هوريزونتال ديستانس بتوين ذيم، بضرب واحده من الفورسز في المسافه ما بينهم. طب الميجرنج يونت فورس اوف ديستانس، يعني هنقول نيوتن دوت متر، يبقى ده اليونت اللي بتقيس التورك اللي هي ايه؟ النيوتن دوت متر زي ما قلنا كده. يبقى احنا هو ده التورك، عشان جسم ياثر عليه تورك ويبتدي يدور هنتكلم اول حاجه ان انا عشان الجسم ده ياثر عليه كابل او تورك، هو ده شرط الكابل اللي انتوا بتاخدوه في الماثماتكس، لازم الجسم ده يكون بتاثر عليه تو اوبوزيت فورسز نوت ذي ار نوت ان ذا سيم لاين اوف اكشن بتوين ذيم هوريزونتال ديستانس، يعني الاثنين
ما بيكونوش على نفس المستوى، ما بينهم هوريزونتال ديستانس بتسبب دورانهم. طب لغايه دلوقتي الدنيا جميله جدا، مفيش اي مشاكل، عرفنا الماجنتيك تورك وشروطه ايه. طب تعالوا بقى، ده ايه علاقته باللي احنا كنا بندرسه؟ تعالوا بقى نتخيل كده مع بعض. عايزك عزيز الطالب تتخيل كده معايا، لو انا عندي كويل، الكويل ده كان موجود بارالل تو ماجنتيك فيلد، والكويل ده كارين كارنت. طب تعالوا نشوفها كده مع بعض، يلا نرسمها كده ونشوف. تخيل ان انا عندي كويل، ادي الكويل اهو اللي موجود عندي. الكويل ده بيتكون من فور وايرز A B C اند واير D، ماشي فيه كارنت اسمه I. ده ريكتانجلر كويل ماشي فيه كارنت، زي ما احنا شايفين نقدر نقول ان الكارنت اللي ماشي فيه ماشي انتي كلوك وايز، ماشي عكس عقارب الساعة. الواير ده محطوط ما بين طرفين ماجنت، ادي النورث والناحية التانية الساوث. فبنقول دلوقتي تخيل معايا بقى ان الماجنتيك فلكس لاينز جايه كده من النورث رايحه للساوث لغايه الاخر اهي. يبقى دي اتجاه الماجنتيك فلكس لاينز، دي اتجاه الماجنتيك فلكس لاينز. الماجنتيك فلكس لاين رايحه من النورث رايحه لفين؟ رايحه للساوث. الخطوط اهي رايحه من النورث فين؟ للساوث. فهنقول يا ترى كم فورس هتأثر على الجسم ده؟ الريكتانجلر كويل بيتكون من فور وايرز، والفور وايرز كارينج كارنت اند فاوند ان ان اكسترنال ماجنتيك فيلد. وما ننساش قانون الفورس، الفورس بي اي ال ساين ثيتا، وقلنا الثيتا دي عشان ما ننساهاش هي اللي ما بين الواير او الكارنت وما بين الماجنتيك فيلد، ده شروط الفورس اللي احنا بنتكلم عنها. طب ممتاز، دي شرط او ده قانون الفورس. فانا بقول دلوقتي عندي اربع اسلاك، الاربع اسلاك بيأثر عليهم فورس عشان الاربع اسلاك فيهم كارنت وموجودين في ماجنتيك فيلد. كلام جميل. فهنقول دلوقتي الفورس اللي بتأثر على الواير دي بتساوي الفورس اللي بتأثر على الواير بي بتساوي زيرو. يعني في سلكين من الاربع اسلاك ما بتأثرش عليهم فورس خالص. طب لو سألتك ليه؟ هتقول لي عشان تو بارلل او الوايرز كانت بارلل تو ماجنتيك فيلد، عشان السلكين موجودين بارلل للماجنتيك فيلد. فبما ان السلكين موجودين بارلل للماجنتيك فيلد كده انت بتقول لي ان مفيش فرصة هتأثر عليهم خالص، لان الماجنتيك فيلد جاي بارلل للوايرز. كده انا مفيش غير اتنين وايرز اللي بيأثر عليهم فورس، الواير A والواير C. يبقى الواير A والواير سي هما بس اللي بيأثر عليهم فورسز، بينما دي وبي ما بيأثرش عليهم فورسز خالص، لان دي وبي موجودين بارلل للماجنتيك فيلد. يعني لو لاحظت الكرنت اللي ماشي في البي هيبقى بارلل للجرين لاينز او الماجنتيك فيلد، والكرنت اللي ماشي في دي هيبقى برضه بارلل للماجنتيك فيلد. اذا التو وايرز اي اند سي هما بس اللي هيتأثروا بايه؟ فورسز. طب لو انا عايز احدد اتجاه الفورس اللي بتأثر على الاي والفورس اللي بتأثر على السي، تعالوا نحسبها عشان نحدد اتجاه الفورس اللي على الاي واتجاه الفورس اللي على السي. تعالوا نبتدي نحسب الفورس اللي بتأثر على ايه اتجاهها ازاي. هنقول اتجاهها باستخدام فليمنج ليفت هاند رول. طب ازاي فليمنج ليفت هاند رول؟ هي اف بي اي، اف بي اي. فبنقول البي رايحه ناحيه اليمين والكرنت نازل لتحت، يبقى الفورس هتبقى لبره. ادي اهي البي رايحه ناحيه يمين الشاشه عند الواير ايه، شايفين البي رايحه ناحيه اليمين، الكرنت عند الايه نازل لتحت، يبقى الماجنتيك فيلد هيبقى فين؟ اوتسايد ذا بيج. يعني اقول عند الايه الفورس هتبقى اوتسايد، بينما الفورس عند السي عكسها انسايد. يبقى الفورس اللي هتاثر على الايه هتبقى اوتسايد، بينما الفورس اللي هتاثر عند البي اوتسايد. كده بقى عندي تو اوبزيت فورسز، والتو اوبزيت فورسز دول ما بينهم هوريزونتال ديستانس، يبقى ده يسبب تورك ويخلي الكويل يبتدي يدور بالشكل ده في الاتجاه ده، اللي هو هنقول هيبتدي يدور كلوك وايز، لان الاي خارجه والبي داخله ما بينهم هوريزونتال ديستانس، فده يخلي الكويل يبتدي يدور الاي اوت والبي ان. فطالما واحده بتطلع لبره واحده بتنزل لجوه ما بينهم مسافه،
ده يخليه ايه يدور. يعني الحكايه عامله كده بالظبط، يعني لو تخيلناها 3D هنقول ان الايه الفورس اللي بتاثر عليه لفوق خارج الصفحه، بينما السي الفورس اللي بتاثر عليه لتحت، وما بينهم ديستانس اهي، في مسافه ما بينهم، يبقى ده يخليه ايه يدور في الاتجاه ده اللي هو معارب الساعه. يبقى الايه اوت والسي انتو ذا بيج، وما بينهم هوريزونتال ديستانس، فيبتدي يدور. طب ما تيجوا نحسب بقى التورك. احنا اتفقنا ان التورك one of the two forces times the horizontal distance between them. يعني انا دلوقتي في اتنين فورسز، فورس بتأثر على الاي وفورس بتأثر على السي، والاتنين قد بعض مضروبين في الهوريزونتال ديستانس اللي ما بينهم. فلو انا عايز احسب الفورس هقول ايه بقى؟ هقول عايز احسب التورك هقول ايه؟ التورك بيساوي الفورس اكت اون واير اي تايمز الديستانس. طب هفك الفورس اللي بتأثر على واير ايه هتبقى ازاي؟ بي اي اللينس اوف واير ايه، المسافه ما بينهم هي اللينس اوف واير بي، يعني بي اي ال اللينس اوف واير ايه تايمز اللينس اوف واير بي. اللينس بتاعت الاي في اللينس اوف بي، لان طول البي هي المسافه ما بين القوتين، فاللينس اوف واير ايه تايمز اللينس اوف واير بي ده هيديني الاريا، واحط الان عشان احط عدد اللفات. يبقى ده قانون التورك، ده قانون التورك. تعالوا في بيج بقى جديده نكتب ايه هو قانون التورك. يبقى يلا كده مع بعض جاهزين. لو انا عايز احسب الماجنتيك تورك هحسبه ازاي؟ عشان احسب الماجنتيك تورك هجيب الرول، هقول قانون التورك. يلا ركزوا معايا، ده اهم قانون للتورك. التورك القانون بتاعه هو بيان ساين السيتا، بس في قانون التورك باخد الانجل ما بين مين وما بين مين؟ باخد الانجل ما بين النورمال اون ذا كويل بلين اند ذا ماجنتيك فيلد. يبقى انت بتاخد الانجل اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد. اذا عندي احتمالين، ايه هما الاحتمالين؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول احتمال اللي شرحناه من شوية، اذا كان الكويل موجود بارلل تو ماجنتيك فيلد، لو الكويل موجود بارلل للماجنتيك فيلد ازاي؟ تعالوا نتخيلها كده، نفترض اهو الكويل. طب فين الماجنتيك فيلد؟ الماجنتيك فيلد اللي هي الخطوط اللي جاية كده، يبقى الكويل موجود بارلل للماجنتيك فيلد، يبقى الانجل اللي ما بين الكويل والماجنتيك فيلد بزيرو. انما انا ما باخدش الانجل دي، انا باخد الانجل اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد. فهنلاحظ ان يبقى انا ده اسمه النورمال اون ذا كويل. طبعا الكويل هنا مرسوم رسمه اللي هو 3 دي مفروض اللي هو كده، يعني هنكمله بس انا اتعمدت ما ارسمهاش كامله. فهمنا الحته دي؟ يبقى زي ما قلنا هنلاحظ ان اذا كان الكويل بارلل للماجنتيك فيلد هيبقى ساعتها النورمال بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد، فساعتها الانجل اللي بتهمني هي الانجل اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد، فساعتها اقول الثيتا ب 90 وساين ال 90 ب 1. يبقى هنقول التورك في الحاله دي بيساوي بيان ساين 90 وساين ال 90 ب 1، يعني ما تتكتبش. وساعتها هنقول ان التورك ماكسيمم، هنقول ان التورك في الحاله دي ايه؟ ماكسيمم. طب تاني احتمال اعزائي الطلاب، تاني احتمال اذا كان الكويل بيربنديكولار للماجنتيك فيلد، يبقى اول احتمال لو الكويل بارلل للماجنتيك فيلد، تاني احتمال لو الكويل بيربنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد. ازاي؟ زي ما بنقول كده، فبنتكلم ان الماجنتيك فيلد جايين كده، فهنلاقي ان الماجنتيك فيلد بارلل تو ذا نورمال وبيربنديكولار للكويل اهي. شايفين الماجنتيك فيلد لو طولناها هنلاقيها بارلل للنورمال،
ساعتها هنقول الثيتا بكام؟ بزيرو. وساين الزيرو بكام؟ بزيرو. اذا التورك في الحالة دي بيساوي بيان ساين زيرو، وساين زيرو بزيرو، يبقى هنقول التورك هيساوي زيرو او المينيمم. يبقى دول اهم حالتين موجودين عندي، امتى التورك يبقى ماكسيمم وامتى التورك يبقى مينيمم. هنا عكس الواير، لان هنا ما باخدش الانجل اللي ما بين الكويل والفيلد، انا باخد الانجل اللي ما بين النورمال اون ذا كويل والماجنتيك فيلد، الانجل اللي ما بين الان والبي. فبقول في الحاله الاولى الكويل بيكون بارلل للماجنتيك فيلد، فساعتها التورك بيبقى ماكسيمم. اما في الحاله الثانيه بقول الكويل بيربنديكولار للماجنتيك فيلد، فساعتها بقول التورك بزيرو. ليه؟ لان احنا قلنا ما بناخدش الزاويه اللي ما بين الكويل والفيلد، انا باخد الزاويه اللي ما بين النورمال والفيلد. فلو كويل بارلل للماجنتيك فيلد هقول التورك ماكسيمم، لو كويل بيربنديكولار للماجنتيك فيلد يبقى التورك هيبقى بايه؟ بزيرو. اعزائي الطلاب، ونكتب اخر حاجه كده، حاجه مهمه جدا عايزين ناكدها من اول تشابتر 2، احنا خدنا تلات حاجات. اخدنا قانون اسمه الفاي او الماجنتيك فلوكس، قلنا هي الماجنتيك فلوكس دينستي في الاريا في ساين السيتا. وركز بقى معايا هنا، هنا السيتا بناخدها اللي ما بين الاريا اوف ذا كويل او ما بين الكويل وما بين الماجنتيك فيلد، دي الفاي. خدنا قانون الفورس اللي هو بيل ساين سيتا، بس هنا مفيش كويل، هنا واير، فبناخد الزاوية اللي ما بين الواير او الكرنت والفيلد، ده تاني قانون اخدناه في منهجنا في انجل. تالت قانون هو التورك بيان ساين السيتا، بس هنا باخد الانجل اللي ما بين النورمال اون ذا كويل والماجنتيك فيلد. فعندي هنا احتمالين وركزوا فيهم، لو الكويل موجود بارلل للفيلد تاني احتمال، ادي اول احتمال لو الكويل موجود بارلل تو ذا فيلد، تاني احتمال لو الكويل بير بنديكولار تو فيلد. لو الكويل موجود بارلل للفيلد او الكويل موجود بيربنديكولار للفيلد. لو الكويل بارلل للفيلد هقول الثيتا، هنا الثيتا بتختلف، يعني الثيتا اللي ما بين الكويل والفيلد بزيرو، اما الثيتا اللي ما بين النورمال والفيلد هتبقى 90. فمن الاخر هوصل لحاجه مهمه جدا، ان انا لو بحسب الماجنتيك فلكس هتبقى الماجنتيك فلكس بتساوي بي في اي ساين زيرو اللي هي بتساوي زيرو. يبقى لو كويل بارل للماجنتيك فيلد هنقول ان الماجنتيك فلكس اللي بتاثر عليه بتساوي زيرو. ليه بتساوي زيرو؟ لان زي ما قلنا ان انا في الماجنتيك فلكس باخد الزاويه اللي ما بين الكويل والفيلد، وهنا الكويل كان بارلل، يعني الزاويه اللي ما بين الكويل والفيلد دي بزيرو، بينما التورك انا باخد مع النورمال، فنلاقي ان التورك هنا بيان ساين 90، لاني باخدش الزاويه اللي مع الكويل، انا باخد الكومبلمنتري. فساعتها هنقول التورك في الحاله دي هيبقى ماكسيم. يبقى لو الكويل بارلل للماجنتيك فيلد يبقى الفلكس اللي بيأثر عليه بزيرو، بينما لو التورك اللي بيأثر عليه يبقى ماكسيمم. طب لو الكويل بيربنديكولار للماجنتيك فيلد هنقول الفاي بتساوي فاي ام بتساوي بي ايه ساين كام؟ ساين 90، لان هنا انا باخد الزاويه اللي ما بين الكويل والفيلد، هو بيقول لي الكويل بيربنديكولار، فساعتها الفاي هتساوي البي ايه وبنقول عليها ده الماكسيمم، يبقى اقوى ماجنتيك فلكس ممكن ياثر، بينما التورك بيساوي بيان ساين زيرو اللي هي بزيرو، واقول ساعتها مينيمم او بزيرو. يبقى لو كويل بارلل للفيلد يبقى الماجنتيك فلكس بزيرو والتورك ماكسيمم، لو كويل بيربنديكولار يبقى الماجنتيك فلكس ماكسيمم والتورك زيرو. يبقى اقوى تورك لما الكويل يكون بارلل للماجنتيك فيلد، واضعف تورك لما الكويل يكون بيربنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد، زي ما بنقول كده اعزائي الايه الطلاب.
طب لغاية دلوقتي الكلام ده جميل، ما فيهوش أي مشاكل، فهمني يعني إيه الكويل بار اللي فيلد، يعني إيه الكويل بيربنديكولار اللي فيلد. تعالوا نكتب قانون التورك تاني بسرعة كده نخلصه. لو هنكتب قانون التورك أعزائي الطلاب، هنقول إن التورك آخر حاجة هنقولها أهو بيساوي بيان ساين 90 ساين سيتا. وقلنا ركز في الحتة دي، السيتا اللي هي ما بين الإيه؟ النورمال والفيلد. ولو هو ب 90 الساين 90 بنشيلها ونحط واحد، يعني التورك بيساوي قانونه بيان، ده في حالة الماكسيمم تورك. لو جيت قلت لك ايه هي الفاكتور اللي بتأثر على التورك، هتقول لي في اربع حاجات: الماجنتيك فلوكس دينستي، الكرنت باسز ان ذا كويل، الكروس سيكشنال اريا اوف ذا كويل، النمبر اوف ذا تيرنس اوف ذا كويل، الانجل اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد. طب التورك بيساوي بيان، التورك بيساوي ايه؟ بيان. الاي في الايه في الان دي لوحدها اسمها ماجنتيك دايبول مومنت. يعني انا ممكن اشيل الايان واحط حاجه اسمها الام دي، الماجنتيك دايبول مومنت. اتجاهها هو اتجاه النورمال، يعني ممكن اختصارا نقول الماجنتيك دايبول مومنت بتمثل لي النورمال او الدايركشن اوف ذا كويل موشن. يعني انا هنا مش بقول التورك بيساوي بيان ساين سيتا، وبناخد السيتا ادي الكويل وده النورمال. النورمال ده ممكن اقول عليه هو الماجنتيك دايبول مومنت، يعني الماجنتيك دايبول مومنت بيمثل لي النورمال او بيمثل لي حاجه اسمها الدايركشن اوف موشن. يعني انا زي ما كنت بقول لك فوق باخد السيتا اللي ما بين النورمال والفيلد، لا ممكن اقول لك باخد السيتا اللي ما بين الماجنتيك دايبول مومنت والفيلد. ما هو اتجاه الماجنتيك دايبول مومنت هو اتجاه النورمال، او الدايركشن اوف كويل روتيشن او كويل موشن مع الفيلد، كل دول بيمثلوا لي النورمال، اتجاه حركه الكويل. والتورك بيساوي بيان او بي في الماجنتيك دايبول مومنت. طب لو انا عايز احسب الماجنتيك دايبول مومنت، الماجنتيك دايبول مومنت اللي هو الام دي، هحسبه ازاي؟ الماجنتيك دايبول مومنت باختصار بقول هو التورك على البي، ما هو بيساوي ايان او ايان. يبقى لو انا عايز احسب الماجنتيك دايبول مومنت هقول هو التورك ديفايدد البي، لان هو الماجنتيك دايبول مومنت هو الايان او هو الايان على طول. يبقى دي الرول اللي بحسب منها الماجنتيك دايبول مومنت، قلنا اتجاهه هو اتجاه النورمال. طب لو عايز اجيب الميجرنج يونت، هي تورك على البي، التورك نيوتن في متر مقسومه على التسلا، والتسلا هي ويبر على متر سكوير، يعني ممكن اقول نيوتن متر كيوب على الويبر، وممكن اقول هي امبير في المتر سكوير اللي هي الكرنت في الاريا. فكل دول يونت بتقيس الماجنتيك دايبول ايه؟ مومنت. الماجنتيك دايبول مومنت بيتقاس بكل دول، نيوتن متر على التسلا، نيوتن متر كيوب على الويبر، او امبير متر سكوير، دي اليونت اللي بتقيس الماجنتيك دايبول ايه؟ مومنت. اعزائي الطلاب زي ما قلناها اهي، دي اليونت اللي بتقيس الماجنتيك دايبول مومنت. طب تعالوا نحل مسائل كده نركز مع بعض، ونشوف مجموعه مسائل خاصه بالماجنتيك بالتورك. تعالوا نحل شوية المسائل اللي ظهر قصادنا دي. بنقول a circular loop is made، تعالوا نكتب بقى الجيفنز ونبتدي نحلها كده. بيقول لي a circular loop is made of 200 turns. circular loop بتتكون من ايه؟ 200 turns. تمام، انا عندي circular loop، تعالوا كده على الجنب ونروح عاملين ايه؟ خط كده عشان نكتب عنده الجيفنز. يعني تعالوا نكتبها، يلا هنقول اهو، هنعمل خط ونبتدي نكتب عنده الجيفنز اهو. بيقول لي a circular loop made of 200 turns، يعني هقول له ال n ب 200 and carrying current of 10 ampere، يبقى الكرنت هنا ب 10 امبير. It was put in a magnetic field of density 0.4 tesla and its cross-sectional area
لان انا معايا كلهم اهو. Find the magnetic torque if the angle between the plane of the coil and the magnetic field is 60 degree. Find the magnetic torque act on this loop if the angle between the loop plane and the magnetic field is 60. هحسبها ازاي؟ هقول له ايه انت عايز تحسب الماجنتيك تورك؟ الحكايه سهله، هتقول لي التورك بيساوي بيان ساين الثيتا. بيان ايه؟ ساين، وما ننساش ان الثيتا دي اللي ما بين مين ومين؟ النورمال والفيلد، مش الزاوية اللي ما بين الكويل والفيلد، لا بناخد الزاوية اللي ما بين مين؟ النورمال وايه؟ والفيلد زي ما بنقول. طب يلا نحسبها، يلا كده نحسبها. هيبقى انا دلوقتي التورك البي بكام؟ البي ب 0.4. طيب يبقى البي ب 0.4 والاي ب 10. طب الاريا تايمز 0.2 تايمز 0. ايه يبقى 0.4 تايمز 10 تايمز الاريا ب 0.2، ومتر سكوير مش محتاج احولها، النمبر اوف 10 از 200 تايمز ساين كام؟ تايمز ساين. واحد يقول لي ما هو مديني الثيتا ب 60، اقول له لا، الثيتا اللي ب 60 دي قال لي الانجل اللي ما بين الكويل بلين والماجنتيك فيلد، انا ما باخدش الزاويه اللي مع الكويل. يبقى دي ال 60 دي قال لي it is the angle between the coil plane and the magnetic field، انا ما برضاش اخد الزاويه دي، انا باخد الكومبلمنتري بتاعتها. يعني هقول كام؟ ساين 30. ساين 30 ده اللي هيديني كام؟ 80. وما ننساش اليونت نيوتن دوت متر. ادي كده خلصنا اول واحده. البي بقى بيقول لي the magnetic torque and determine the position of the loop relative to the، عايز يحسب الماكسيمم ماجنتيك تورك، يبقى اقول له الماكسيمم ماجنتيك تورك لما ثيتا ب 90 اللي هي بيان على طول، اللي هي بقى من غير ساين خالص، اللي هي 0.4 تايمز 10 تايمز 0.2 تايمز 200 تايمز ساين 90 اللي هو ب 1 مش محتاج يتكتب، اللي هي هتطلع 160 نيوتن دوت متر. عايز يعمل ديتيرمن ذا بوزيشن اوف ذا لوب ريلاتيف تو ذا ماجنتيك فيلد، يعني يقول لي بقى البوزيشن بتاع اللوب او الكويل ده بالنسبه للماجنتيك فيلد كانت بكام؟ هقول له يبقى ساعتها الكويل بلين او اللوب، الكويل لوب كانت باراليل تو ذا ماجنتيك فيلد. يبقى عشان التورك يبقى ماكسيمم لازم الكويل يكون باراليل للماجنتيك فيلد، يبقى التورك عشان يكون ماكسيمم لازم الكويل يبقى باراليل للماجنتيك فيلد. تعال نشوف المساله اللي بعدها. A scientist is trying to invent an electric door. The door rotates around its axis in its middle، أو الكويل بيبتدي يدور حوالين axis في الميدل. When a current I passes through it, its coil, if the area of the door is 2 meter square, find the direction of the current in AB where the side AB comes out of the paper and the number of coil turns which produce a torque of 400 newton meter. طب يلا نكتب الجيفن. بيقول لي a scientist is trying to invent an electric door. The door rotates around an axis at the middle carrying current of 1 ampere. يبقى اول حاجه معايا الكويل اللي بيدور ده الكرنت ماشي فيه 1 امبير، ادي واحد. If the coil area أو the coil area of the door is 2 متر سكوير، ومعايا ال area 2 متر سكوير، وهنا طبعا بنتكلم على لوب واحد ولا لا؟ هنا ما حددتش عدد اللوبس، ادي معايا ال i وادي ال a. بيقول لي if the coil كذا والكرنت فيه كذا مفيش أي مشاكل خالص، والمفروض إن هو كاتب لي كمان هنا الماجنتيك فلكس ب 4 تسلا، خدوا بالكوا، يبقى معايا ال b كمان كده معايا كل حاجة. بيقول لي أول حاجة عايزك تحدد لي الكرنت،
اللي ماشي في السايد اي بي هل هو ماشي من الاي للبي ولا من البي للاي؟ ادي الاي وادي البي، بحيث ان الاي والبي لما الباب يجي يفتح يفتحوا لبره. يعني لو افترضنا السايد اي بي كده الباب بيفتح كده، يعني السايد اي بي دي هتطلع اوت. يعني بص السايد ده ادي ده اي بي، عايز الاي بي دي يطلع لبره، يعني الباب ده يفتح كده. فاهمين بيفتح ازاي؟ يعني اي بي اوت. طب حلو، يعني يقصد ان الفورس هنا هتبقى اوت، يقصد الباب ده لما يجي يتحرك هيفتح لبره كده. فكده بقى معايا اتجاه الفورس اوت، والبي ناحيه اليمين. اطبق فليمنج، البي ناحيه اليمين، ادي البي اهي ماشيه ناحيه اليمين، الفورس اوت يبقى الكرنت داون. البي رايح اهي، شايف صباعي ده او البوينتر رايح مع البي مع الخطوط، والصمب اوت هيخرج لبره، يبقى الكرنت نازل لتحت. يبقى هنقول الكرنت ماشي من الاي للبي. يبقى اول اجابه او اول حاجه هنقول له الاي موفز فروم سايد A تو سايد B، بيتحرك من السايد A رايح للسايد A B. ادي اول حاجة. اتنين عايز ال number of coil turns if the torque، واداني التورك ب 400 نانو متر. واضح ان الكويل او الباب ده بارل للماجنتيك فيلد وماكسيمم طبعا تورك. فهقول له خلاص يبقى التورك هنا بينمي من غير ساين ثيتا، لأنه في الماكسيمم بوزيشن بارلل. يبقى هقولها له ازاي؟ 400 ايكوال 4 تايمز الاي اللي هي تايمز 1 تايمز الاريا اللي هي 2 تايمز الان. يعني اقول له ايه؟ 400 ديفايدد 2 تايمز 4 تايمز 1 اللي هو ب 8. يبقى 400 ديفايدد 8، يبقى اقول له النمبر اوف تيرنز از 50 تيرن، عدد اللفات هنا هي 50 لفة. يبقى number of turns is 50 turn. ناخد مسألة كمان، بيقول لي أميتر رينج contains an opening has resistance of 0.1 ohm is connected to battery its electromotive force is 9 volt. يعني بيقول لي ان الرينج دي متوصلة ببتري، الباتري هي متوصلة بباتري، الباتري دي ال في بي بتاعتها ب 9 فولت. يبقى انا ايه الجيفنز اللي معايا؟ اول جيفن معايا ان ال في بي ايكوال 9 فولت، والريزيستنس ب 0.1 اوم. ذا تورك افكت ذا رينج اف اتس بوت ان ماجنتيك فيلد اوف 0.4 تسلا. هو مديني الديامتر ب 20، يعني انا اقدر اقول له الريديوس ب 10 اللي هي 10 سنتي اللي هي اضربها في 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي هتبقى 0.1 متر مع الريديوس كمان. عايز يحسب ايه؟ هي محطوطه في فيلد هاز دينستي كذا اند اتس دايركشن ان ذا سيم دايركشن اوف ذا رينج بلين. عايز يحسب الماجنتيك تورك. هقول له باختصار بسيط، اولا دي متر رينج يعني الان ب 1، يعني دي الجيفن. اول حاجه قال لي متر رينج، ادي الان ب 1، اداني الريزيستنس، اداني قوة البتري، اداني البي، وهنا مديني الريدياس جوه في الرسمة. فقول له التورك بيساوي بيان. باختصار التورك بيساوي ايه؟ بيان. ممتاز. طب البي ب 0.4، طب الاي هي الفي بي على الريزيستنس، يعني هنقول 9 على 0.1 تايمز الاريا. هنا هنقول الاريا باي ار سكوير باي، طب الريديوس كام؟ ب 0.1 باور 2 تايمز النمبر اوف تيرنز اللي هي موجوده عندنا. يبقى يلا نكتبها كده، يبقى هنقول 0.4 تايمز 9 ديفايد 0.1 تايمز الاريا اللي هي باي الار سكوير اللي هي 0.1 سكوير تايمز النمبر اوف تيرنز اللي هي تايمز ايه 1. يبقى هنلاقي التورك هنا بتساوي كام؟ 1.13 نيوتن دوت متر، مش بير متر لا دوت متر. يبقى ده التورك. انا قدرت احسب التورك اللي بيأثر على الرينج دي اللي هو 1.13 نيوتن دوت متر، وهو ده التورك اللي بيأثر.
يبقى درس التورك ده مهم جدا اعزائي الطلاب. ليه مهم جدا؟ لان انت في الجزء الاولاني اللي كنا اتكلمنا عنه، كنا اتكلمنا على الماجنتيك فورس، وقدرت اقول انك وصلت القدره انك تحرك سلك، ودي حاجه كويسه جدا ان انا اقدر احرك سلك. اصل الفيزياء هي ازاي اقدر اخد اللي بدرسه ده واعمل بيه ابلكيشن. انا دلوقتي درست حاجه، لو انا ما طبقتهاش في حياتي وخليتها تهيئ او تبسط حياتي او استخدمها في حياتي بحيث تخلي حياتي اسهل، يبقى كده انا العلم ده ما استفدتش بيه حاجه. اي ماده علميه هدفها التطبيق، ان انا اخد ابلكيشن او اصنع ابلكيشن للي انا درسته ده. فاحنا في الاول اكتشفنا ان اي واير ممكن يتحرك وتاثر عليه فورس، لو الواير ده مشي فيه كارنت وتحرك في ماجنتيك فيلد. وصل بينا النهارده ان احنا اكتشفنا لا، ده انا مش مجرد واير. طب تخيل بقى رينج او ريكتانجلر كويل بيتكون من 4 اسلاك، ده انا ممكن اسبب له تورك واخليه يدور. فانا الحكايه مش هحرك الحاجه بس، ده انا وصلت النهارده كمان ان انا اقدر اخلي كويل كامل يعمل روتيشن. طب ده ايه الابليكيشن او ايه الاستفاده اللي ممكن تعود عليا في حياتي من حته الماجنتيك تورك؟ هقول لك، ما هو الماجنتيك تورك ده هو فكره الموتور، الالكتريك موتور، انك لو عندك كويل مشيت فيه كهربا، الكويل ده يبتدي ياخد الالكتريك انرجي ويبتدي يعمل لي روتيشن. يبقى انت دلوقتي لو انا عندي ريكتانجولار كويل مشيت فيه كهربا، حطيته في ماجنتيك فيلد، هيبتدي تلقائيا ان هو يدور. هي دي فكره صناعه الالكتريك موتور، فكره صناعه الموتور الكهربي، او صناعه اجهزه زي الانالوج جلفانومتر والانالوج اميتر والفولتاميتر. ونروح كاتبين هنا اعزائي الطلاب ايه هو الابليكيشن اللي احنا درسناه. يعني انا لو عايز اتكلم عن التورك، تعال نتكلم عن التورك بوجه عام. احنا وصلنا ان في حاجه اسمها التورك. التورك ده كقانون اسمه، القانون بتاع التورك هو بيان ساين سيتا السيتا دي اللي ما بين البي والنورمال. وقلنا ممكن اقول لك اللي ما بين الماجنتيك فيلد والنورمال، او قلنا مكان النورمال اقول لك اللي ما بين البي والماجنتيك دايبول مومنت، لان الماجنتيك دايبول مومنت بيمثل لي اتجاه النورمال او الدايركشن اوف موشن. يبقى السيتا دي هي ممكن يقول لي الانجل ما بين النورمال، الانجل اللي ما بين او الماجنتيك فيلد، او الانجل اللي ما بين الماجنتيك فيلد والدايركشن اوف موشن اوف ذا كويل، او الانجل اللي ما بين الماجنتيك فيلد والماجنتيك دايبول مومنت. هي دي قانون التورك. قلنا امتى التورك يبقى ماكسيمم؟ التورك ده يبقى ماكسيمم في حالة واحدة. ايه هي بقى؟ امتى التورك يبقى ماكسيمم؟ تورك ماكسيمم بيساوي بيان، لان ما باخدش زاوية مع الكويل، لما باخد مع النورمال، لما الكويل يكون بارلل للفيلد. طب امتى التورك يبقى بزيرو؟ التورك مينيمم او يساوي زيرو. هنا قلنا ما باخدش الزاويه مع الكويل، فممكن اقولها كده بسرعه، التورك بيبقى ماكسيمم لو الكويل بارلل تو ذا ماجنتيك فيلد، عكس الواير. الواير كان فورس ماكسيمم لو كان بيربنديكولار، هنا انا ما باخدش الزاويه مع الكويل اصلا. طب التورك يبقى مينيمم لو الكويل بيربنديكولار تو ماجنتيك فيلد. يبقى هنا لو بارلل وهنا لو بيربنديكولار للماجنتيك فيلد. برضو من الحاجات المهمه جدا نتكلم عنها هي ابلكيشن اون تورك. ايه هي التطبيقات اللي ممكن نعملها عن التورك؟ لا، في حاجات كتير. قلنا التورك ده ممكن استخدمه في صناعة الكويل اوف ذا، او استخدمه في صناعة الالكتريك موتور. هي دي فكرة الالكتريك موتور، دي البيز اللي قام عليه، ان انا هجيب كويل، الكويل ده بمجرد ما ماشي فيه كرنت هيبتدي يأثر عليه 2 فورسز، فال2 فورسز دول عكس بعض فيسببوا الروتيشن، يسببوا دوران. فاذا انا اقدر استخدم ظاهرة الماجنتيك فورس والماجنتيك تورك في صناعة الالكتريك موتور، وهيبتدي يدور في الاتجاه اللي احنا قلنا عليه اللي هو كلوك وايز. وممكن استخدمه في حاجه تانية خالص، اللي هي ايه؟ اقدر استخدمه
في صناعة السنسيتيف جلفانومتر، وده موضوع درسنا المرة الجاية. ايه هو السنسيتيف جلفانومتر والسنسيتيف اميتر؟ زي ما احنا بنقول كده، يبقى في صناعة الجلفانوميتر او صناعة الاميتر. وبقى ومشتقات بقى الجلفانوميتر اللي هو الفولتميتر، كل الاجهزة اللي صناعتها قامت على فكرة صناعة الجلفانوميتر، سواء الاميتر سواء الفولتميتر سواء الاوم ميتر. يبقى كل دول نقدر نقول ان دول ابلكيشن التورك، يعني انا التورك ده اقدر استخدمه في صناعة اجهزة كتيرة كلها قايمة على فكرة ان انا كويل ادي له كهرباء، بعد ما ادي الكويل ده كهرباء اقدر احطه في اكسترنال ماجنتيك فيلد، فده يعمل له عملية روتيشن، وهي دي فكرة الماجنتيك تورك بشكل بسيط جدا زي ما قلناها، ما فيهاش اي مشاكل خالص. فهمنا كده فكرة الماجنتيك تورك والابلكيشن عليه. طب يبقى ناكدها تاني، التورك بيساوي بيان، والاي اي ان دي ساعات بنسميها الماجنتيك دايبول مومنت. انا ممكن اشيل الاي اي ان واحط حاجه اسمها الماجنتيك دايبول مومنت، وقلنا زي ما قلنا كده يبقى التورك بيساوي الاي اي ان ساين ثيتا او البي في الماجنتيك دايبول. واكدنا فكره ان الماجنتيك دايبول ده اعزائي الطلاب هو الايان، يعني انا لو عايز احسب الماجنتيك دايبول مومنت هقول هي الاي والاي والان، هو دي الماجنتيك دايبول، او اقول التورك على البي. ما الماجنتيك دايبول مومنت هو ان انا اقسم التورك على البي زي ما قلنا كده. اعزائي الطلاب، اعزائي الطلاب، اتمنى ان محاضره النهارده عن الماجنتيك تورك تكون افادتكم. باذن الله هنبتدي ناخد بقى الابلكيشن اون ذا ماجنتيك تورك في الكام حلقه الجايين، هنتكلم عن الجلفانومتر الاميتر الفولتميتر. بس احنا نعتبر كده خلصنا تقريبا نص تشابتر 2 الخاص بالماجنتيك فيلد. ممكن المحاضره الجايه نعملها على شكل امتحان بسيط جدا، امتحان بوكلت من اول تشابتر 2 لغايه اخره، احنا باذن الله هنسجله كحلقه وانتوا تقدروا توقفوا المساله وتحلوها كانها امتحان وتدربوا نفسكم عليه. اقول لكم شكرا لكم اعزائي الطلاب، ونتقابل في المحاضرات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.